بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير من هنا، من أرضية هذا الميدان وميدان التحدي هنا في الشحانية بدولة قطر، هنا في مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. ها هنا انطلاقة شوطنا 18 وشوطنا الحقايق الابكار، ومن مسافة 4 كيلومترات. اذا رصدت جائزة للمركز الاول نيسان بترول بيكاب، ما هي الا لحظات نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة. مقدمة الشوط مع فن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميمي مع صدارة الشوط. النقلة على المركز الثاني، الوصول في هذه اللحظات، ثاني الأسماء والقدوم من سنود وجابر بن طحنون بن جابر المري ينطلق إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات، وصلت ريماس بشعر أحمد بن سيف بن صغير المنصوري، يتقدم في هذه اللحظات، ولكن اللي غير على الصدارة يا سلام، الهدلة الهدلة عبد الله بن محمد بن راشد الطنيجي على المركز الأول. المركز الثاني، وصلت في هذه اللحظات شواهين حمد بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث الأسماء، الوصول من ريماس أحمد بن سيف بن صغير المنصوري. المركز الثالث، وصلت في هذا المركز الرابع، وصلت احتكار ناصر بن علي بن سرود الخيالي بن في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس. خامس الأسماء، وصلت في هذه اللحظات، وصلت فن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميمي. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. اللي يبغي السيارة يحرك يا سلام. الهدلة الهدلة عبد الله بن محمد بن راشد الطنيجي مع الصدارة، مع مقدمة الشوط يا سلام، مع الصدارة. ولكن ريماس أحمد بن سيف بن صغير المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، ولكن القادم وصلت شواهين، وصل راح الطيرة حمد بن غصاب بن مصبح راح الطيرة العاملي. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، جولة الأوامر يا سلام، مع الهدلة الهدلة، ولكن شواهين، ولكن شواهين يا سلام، الهدلة وشواهين، السيارة بالانتظار يا سلام. من القادم؟ وصلت احتكار ناصر بن علي الخيالي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن الهدلة انطلقت لنحو الناموس، انطلقت لنحو السلامات، ولكن وصلت شواهين، وصل شعر بالطيرة، ولكن القادم يا سلام، وصلت في هذه اللحظات جبارة منصور بن صالح بن عبد الله العامري، ولكن الهدلة 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 طارت بالناموس، طارت بالسلام. سلام يا الطناجي مع 300 متر الأخيرة، السيارة مع الطناجي، الطناجي مع السيارة، السلام وين يذهب؟ يا سلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهدلة، وبالذات إلى العين. يا سلام يا الهدلة، تهانينا والناموس، مالك الهدلة عبد الله بن محمد بن راشد الطناجي، تهانينا والناموس. المركز الثاني، ثاني المراكز، الوصول من الدرعية عبد الله بن راشد بن نايع بن راشد الغفلي. المركز الثالث، ثالث الأسماء، كان الوصول من جبارة منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. المركز الرابع، رابع المراكز، كان الوصول من الوثبة أحمد بن محمد بن راشد الطنيجي. المركز الخامس،
خامس المراكز الشحانية سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح. إذا تهانينا والناموس مع لكل هدلة الهدلة من انتزعت شوطنا السابق ومن انتزعت السيارة عبد الله بن محمد بن راشد الطنيج. والتوقيت الزمني قطعت 4 كيلومترات، ها هنا التوقيت 6 دقائق 10 ثواني، 7 أجزاء من الثانية. التهانين والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني كانت الدرعية عبد الله بن راشد بن نايع بن راشد الخضلي، وقطعت المسافة 6 دقائق 15 ثانية، جزء واحد من الثانية. إذا جاء في المركز الثالث، ثالث الأسماء كان الوصول من جبارة منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، من جاءت في المركز الثالث والتوقيت 6 دقائق 16 ثانية وجزء واحد من الثاني. إذا تهانينا والناموس مالك الهدلة عبد الله بن محمد بن راشد الطنيجي.